السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة قصة أمي. وصدر في قناتكم أول مصدر الصبح وفي فصل الشتاء والخريف، يكون غياب أشعة الشمس وهطول الثلج، كذلك الأمطار. فالجلد الإنسان في حاجة إلى أشعة الشمس، خصوصا أنه هو الفيتامين دي مهم جدا، فيعطي طاقة للجسد وحرارة ذاتية. بالنسبة للبشرة البيضاء فتحتاج إلى فقط ربع ساعة لتستفيد من أشعة الشمس، حيث يلتقي فتحت جلد الإنسان مباشرة. هناك فيتامين غير مكتمل يحتاج فقط قليل من أشعة الشمس حتى يتحول إلى فيتامين دي لنستفيد منه. إذن ما هي المصادر أخرى لنعتمد عليها؟ لا تنسوا اللايك واشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. السمك، وهناك بيض السمك هو مهم جدا. ونعطيكم مثال، هذا سمك الترويج، فهو أيضا غني بفيتامين دي، ولكن للأسف لا يوجد في كل البلدان، فقط في أغلبية في بلد النرويج، فهو غني بهذا النوع من السمك الترويج، لكن فيه مادة لزجة فوقه، لهذا فهو هذا السمك لا يستطيع أن يعيش في أي منطقة، فقط في المناطق الباردة، فلا يتحمل درجة الحرارة مرتفعة، يحب الماء المتجمد. فسمكه غني بفيتامين دي، لهذا تجد فوقه هذه المادة اللزجة التي تساعد على حماية جسمه. فهذا السمك غني جدا وباهظ الثمن، قليل في السوق في الأسواق، لذلك عند تناول تقريبا سمكة واحدة فتعطيك حرارة كافية للجسم. كذلك السلمون، السلمون من أفضل الأسماك وأغلاها، فهو غني جدا بفيتامين دي، يعتبر الأول المصدر الأول للفيتامين دي، فهو مصدر حيواني غني جدا، فقط وسهل الطهي، فقط ممكن إضافة القليل من زيت الزيتون والملح ويصبح جاهز. مكملات غذائية، ففي حالة تعذر الوصول إلى هذا السمك فهناك مكمل غذائي للتعويض على الفيتامين الدي، اسمه السيكور. هناك ماركات وعلامات تجارية مختلفة، فقط هذا الدواء الغذائي فأنصح به، يتكون فقط من 4 أنابيب، هو على شكل زيت، وفيتامين دي لونه تقريبا ذهبي، زيت ذهبي، فقط تحتاج إلى أنبوب واحد في الأسبوع، يساعد على الزيادة في المناعة وقوة المناعة ضد الأمراض والإنفلونزا. كذلك هذا ملتي فيتامين أو متنوع الفيتامين، يكون فيه معادن وكذلك فيتامين سي والدي، ولكن إن حبذا لو أخذت حبة واحدة في الصباح مع حبة أنبوب واحد مدة أسبوع فتكون مناعة قوية ضد أنفلونزا إن شاء الله، وضد كذلك الأمراض الشتوية المعروفة. هناك عدة أجبان، ولكن جبن شيدر خاصة، وهو جبن ذو رائحة مميزة وكذلك غني بفيتامين الدي،
هناك أنواع كثيرة من الجبن كذلك موزاريلا، ولكن جبن الشيدر هو الجبن الأغنى بفيتامين الدي، ويمكن طهيه مع الفطائر وعدة وجبات، فيعطي ذوق رائع في نكهة مميزة في الأغذية. صفار البيض أيضا على شكل الشمس، لون الشمس. صفار البيض أغنى وغني بفيتامين الدي عكس أبيض البيض، فيجب عدم طهوه مدة طويلة حتى نستفيد من مميزاته، ولكن الإنسان يحتاج إلى 3 بيضات، هناك البيض البلدي وهناك البيض الرومي، يفضل البلدي على الرومي، ولكن 3 بيضات. فهي نبتة مهمة جدا، تلك البذور غنية بأوميغا 3 وكذلك نسبة من الفيتامين الدي. هو نوع من الفطريات لذيذة وتستعمل في عدة وجبات، غنية أيضا بفيتامين الدي. كبد البقر غني بفيتامين دي خاصة، الآن سنبدأ بإلان أو البشنة. إلان بالنسبة للهجة المغربية هو على شكل حبيبات، لونها أخضر زيتي، ليست لها رائحة، يمكن استعمالها في عدة أشكال. أولا سأعطيكم أهميتها لأنها تساعد على بناء الغشاء الخارجي للعظم، حتى ولو كنت تبلغ من العمر 60 عام فقط يجب أن يحمر فوق قليلا ثم يطحن. إن لم يحمر فيسبب غازات وزيادة في الوزن، فيجب أن لا يحمر كثيرا، فقط القليل لنستفيد من مكوناته. فأهم شيء هو أن نضعها على نار دافئة ثم طحنها. نأخذ كأس من حبوب الشعير أو الدشيشة لنعمل الحسوة أو حساء يليق بفصل الشتاء وفي هذا البرد، مع كأس من إلان. نضيف إليه كمية من الماء الساخن، بعدها تقريبا 1 لتر من الماء، ثم نحركها قليلا ونضعها في نار هادئة مع القليل من الملح. نضع فوق نار هادئة مدة ربع ساعة لينضج قليلا وحتى لا تضع أهم مكوناته. نضيف الحليب هو أيضا من غني بفيتامين دي، ولكن حليب كامل الدسم، يشرب في الصباح الباكر. هناك وصفة أخرى للذين يعانون من نقص فيتامين دي وهشاشة العظام وكسور في العظام، نأخذ ياغورت وملعقة من إلان المطحون ويؤكل مرة في الصباح، وينصح عدم أكلها في حالة استعمال الجبس عند الكسور لأنها تقوم بغلق المفاصل، فهو قادر على إنتاج مادة فيتامين دي و
جبر الكسور والشقوق في العظام، فهي وصفة جد جد فعالة، وأنصح بها ونصحت بها لمرضاي، وكذلك أطباء العظام يشيدون بأهميتها. حليب الشوفان، نضيف حليب كامل الدسم، ماء وحفنة من الشوفان، تمر، يخلط الكل في خلاط الكهربائي، وبعد ذلك يصفى جيدا حتى نترك القليل من قشور الشوفان، ونحصل على هذا الحليب الغني بفيتامين دي. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس.